علينا بزاف في النيفو في صناعة الأفلام والمسلسلات أو نيلة. وصراحة شابو ليهم، حيت الجوتات اللي كانوا كيتخطعوا كتحس بهم أنهم آدميين ما كاينش المزاح. السلام عليكم، اليوم غادي نهضروا على واحد من أحدث وأحسن الأعمال العربية، واللي هو المسلسل المصري في كل أسبوع يوم جمعة. هاد العمل اللي كنظن أن هذا يكون طفرة في عالم السمع البصري العربي، وهو قفزة للسينما المصرية نحو العالمية، وهو مسلسل اللي نقدر نقارنه بالمسلسلات الأجنبية، وما غاديش نبالغ إذا قلت أنه أحسن مسلسل عربي حد الساعة. المسلسل تابع لمنصة شاهد الأصلية، واللي قديما كانت معروفة بالبث الرقمي لقنوات MBC، ومؤخرا خدات خطوة جريئة ودخلت العالم إنتاج الأفلام والمسلسلات بصورة شبيهة لمنصة نتفليكس وأبل تي في بلس وديزني بلس، وكنظن أنها غادي تلقى نجاح وإقبال كبير نظرا لجودة الأعمال اللي كتقدم لحد الساعة. ونرجعوا للمسلسل ديالنا، واللي أول حاجة غادي تأثيريك فيه أنه كيتكون فقط من 10 الحلقات، وخرج من نمطية نتاع 30 حلقة واللي ولفناها في الأعمال العربية، واللي كانت كتفرض على القائمين على المسلسلات أنهم يطولوا في الأحداث ويدخلوا شخصيات جداد ويبداو يرقعوا باش يوصلوا 30 حلقة. وهنا كيبان الذكاء في إنتاج المسلسل، وكانت من أهم نقاط النجاح ديالو، بالإضافة للطاقم الذهبي واللي كيتكون من ألمع النجوم في الساحة الفنية، وعلى رأسهم آسر ياسين ومنى شلبي. هاد الثنائي الرائع واللي فوق ما اجتمعوا في شي عمل كيكون ناجح، كالفيلم الرائع تراب الماس والفيلم الكوميدي بيبو بشير. هاد الثنائي اللي جسدوا الادوار ديالهم باحترافيه، وكان ادائهم هوليودي وخرافي، بحيث لعبات منى شلبي دور نور، الفتاه المحطمه والضعيفه، وغادي نشوفوا مع توالي الحلقات كيفاش غتقوي الشخصيه ديالها وتتحول ليلى. وما ادراك ما ليلى، والناس اللي تفرجوا في المسلسل غادي يعرفوني علاش كنهضر. اما بالنسبه لاسر ياسين فكان هذا احسن دور في مسيرته الفنيه، والاداء ديالو كان عالمي. فاذا كانت هوليود كتفسخر بواكين فينيكس دور الجوكر، فمصر خصها تفسخر باسر ياسين في دور عماد او نيلة. واللي تعمق في اداء شخصيه شاب كيعاني من توحد وتاخر دماغي، ولعب وتقن دور طفل في جسد رجل بصوره رهيبه. وما نساوش لا تشد كاع الممثلين في هذا المسلسل، كالممثله القديره سوسن بدر وعبد العزيز مخيون، واللي كتعتبروا من اهرام ومن نجوم الدراما المصريه، بالاضافه للممثل الشاب احمد خالد صالح، واللي هو صوره طبق الاصل من الاب ديالو المرحوم خالد صالح، لا في الملامح ولا في الكاريزما، وكما كنقولوا ولد البط عوام، بالاضافه للعديد من الوجوه الشابه واللي كان الاداء ديالهم جيد وكيستحقوا التنويه. والمسلسل من اخراج الشاب محمد شاكر خضير، الغني عن التعريف وللاعمال ديالو كتهضر عليه، كان المسلسل الرائع جراند اوتيل ومسلسل طريقي ولا تطفئ الشمس، واللي كتعتبر من انجح المسلسلات في الاونه الاخيره. ومن بين احسن الحوايج اللي عجبوني في هذا المسلسل هي الموسيقى التصويريه، واللي كانت رائعه وتوظفت بصوره جيده، حيث كتعيشك اجواء القصه وكتدخلك في الاحداث، وهي من صناعه المبدع هشام نزيه، واللي حاليا هو الرائد في صناعه الموسيقى التصويريه. ومن بين احسن الاعمال ديالو الموسيقى التصويريه نتاع فيلم اولاد رزق، الفيل الازرق، ابراهيم الابيض وتراب الماس. والمسلسل مقتبس عن روايه بنفس الاسم للكاتب الروائي عبد المجيد ابراهيم، واللي خداو الروايه وزادوا عليها دي غوتوش وحولوها لمسلسل معاصر بتكنولوجيا جديده، كعالم الاختراق او الهاكرز والكاميرات للمراقبه والمحادثات اللي كانت كدور ما بين الشخصيات لا في البيسي ولا في التليفون، وكانت كتبان للمشاهد بصوره شبيهه بالافلام الامريكيه واللي ديما كيعتمدوا على هذه التقنيه. ونرجعوا لقصه المسلسل واللي كتحكي على واحد الفتاه واللي غادي تلقى راسها في واحد الفيلا نائيه بهويه واسم جديد، ورفقه واحد الشاب واللي كيعاني من توحد وتاخر دماغي. هذه الفيلا اللي غادي يوقعوا فيها سلسله من جرائم القتل بصوره دمويه ووحشيه، بواحد الجرأة اللي عمرنا ما شفناها في شي عمل عربي، بصورة شبيهة لأفلام سا ومسلسل ديكستر.
بطريقه نتاع القتل وتقطيع الجثث تخدمات بطريقه احترافيه وواقعيه كتخليك مصمر في بلاصتك وكتطرح تساؤل واش بصح هذا عمل عربي. وصراحه شابو ليهم حيت الجثث اللي كانوا كيتقطعوا كتحس بهم انهم ادميين ما كاينش المزاح. طريقه سرد الاحداث في المسلسل كانت مختلفه على كاع الاعمال اللي مولفين نشوفوا حيث قبل بدايه اي حلقه وقبل الموسيقى التصويريه واللي بين قوسين كتجيني غير الدخله نتاع مسلسل دارك كيوظفوا تقنيه الفلاش باك باش يربطوا ما بين الماضي والحاضر وكل فلاش باك تيكون عنده علاقه وترابط مع احداث الحلقه. بخلاصه وبلا ما نزيد نطول عليك هذا المسلسل كيستحق الفراجه فاذا كنت مازال ما شتيهش كنصحك تمشي تشوفه وتعطيني الراي ديالك حيت صراحه هو احسن مسلسل عربي فايت شفته. وكيبان لي ان المصريين هربوا علينا بزاف في النيفو في صناعه الافلام والمسلسلات وما كرهناش حنا نشوفوا شي اعمال مغربيه في نفس المستوى. تقييمي للمسلسل هو 9/10 وكتنويه المسلسل ماشي لكاع الفئات العمريه وراه مخصص للناس اكثر من 18 سنه نظرا للمشاهد الدمويه اللي فيه. وهنا غادي نكون وصلنا لنهايه الفيديو واللي كنتمنى انه يكون نال الاعجاب ديالكم وما بقى لي غير نتمنى لكم فرجه ممتعه ونتلاقاو في فيديو جديد مع فيلم جديد.